السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله يقول: إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير. كذا فإنه موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم سلمهم الله. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم يا شيخ، أبشلك أنصحة حديث أنصحة دعاء سيدنا عمر رضي الله عنه. رضي الله عنه. اللهم إن كنت كتبتني في أهل السعادة فاثبتني فيها، وإن كنت كتبت علي الذنب والشقوى فامحني وثبتني في أهل السعادة، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت ما تشاء وعندك أم الكتاب. هذا الأثر له أكثر من سند، له أكثر من سند عن عمر وعن غير عمر أيضا، ورد نحوه عن ابن مسعود عند تفسير الآية المذكورة، ولكن أحتاج أراجع السند إلى عمر مرة ثانية. لكن له عدة أسانيد، ومروا عن ابن مسعود أيضا. بارك الله فيك. جزاك الله خير يا شيخ. ممكن لحظات كده بالله عبد الرحمن تخرج لي سند هذا الأثر عن تفسير الآية الكريمة: يمحو الله ما يشاء ويثبت عندهم الكتاب. دقائق كلمني تفضلا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى، ازي حضرتك؟ الحمد لله بخير. اسأل حضرتك سؤال على شقة الإسكان الاجتماعي لسه نازلة النهاردة أو اليومين اللي فاتوا دول. هي الشقة في أنا قرأت الكراسة نازلة على 3 سنين و5 سنين و7 سنوات اللي هو تقسيط، بس موضوع التمويل العقاري دوت عاملينه اختيار يعني مش اكيد، اللي هو لو عايز تدفع 70% المتبقيين عن طريق التمويل العقاري. لا يعني في بنك طرف ولا ما في بنك طرف؟ هي الشقة نازلة عن طريق البنك. طيب والبنك هو البنك هو المالك؟ البنك ليس المالك. الكراسة نفسها ما فيهاش قرض إلا لو أنت عايز تدفع 70%، هو كده كده بندفع 30% في الأول والباقي أقساط على 3 سنين و5 سنين و7 سنين. عفوا، لا أستطيع أن أكلمك إلا بعد النظر في الكراسة الجديدة التي تزعم أنت أنها صدرت حديثا. أبعثها لحضرتك على الواتساب؟ لا بأس إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم فضيلة الشيخ، كيف حالك؟ الحمد لله بخير. الله يحفظك ويبارك فيك. كان عندي سؤال، الله يحفظك. تفضل. الله يكرمك. جزاك الله فضلك. بالنسبة للشقق اللي هي بتتسلم طبعا من ناحية البنوك، والله لسه الأخ مكلمني الآن كلمني ووعدني أنه سيرسل لي كراسة الشروط الجديدة. سيلقي كراسة الشروط؟ لا، أنا مش هقدم على شقة.
طب ايه لا تعمل ايه الموضوع يعني؟ انا عارف ان انا انها داخله في ربا، فانا مش هقدم على شقه، بس انا طيب بسأل الشقه دي حد شاريها ومقدم عليها واستلمها خلاص من كام سنه. يجوز تسدد بقيد الا تجعل ديون ربويه تتراكم عليك. يجوز ان انا اخدها منه اديله مبلغ واسدد الديون اللي عليها. نعم جائز ان شاء الله. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا الحبيب تفضل. من لا يجد صحبة صالحة كيف يقضي وقته وبمن يستأنس؟ ها؟ من لا يجد صحبة صالحة كيف يقضي وقته وبمن يستأنس؟ رب العالمين في بيت الله. جزاك الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. دلوقتي لو في شيخين، الشيخين دولت أنا شايفهم أهل ثقة وبيتكلموا بالكتاب والسنة، لكن مثلا في مسألة فقهية واحد أهل حكم إن هو يجوز، واحد قال لأ لا يجوز، تمام؟ والاثنين أنا شايفهم أهل ثقة يعني، فا يعني خذ الأحوط لك في دينك. نعم. خذ بالأحوط لك في دينك. تمام، هي الفكرة بس إن أنا إيه يعني مثلا بيكون في حكم بيكون أخف من التاني والاتنين ثقة بالنسبة لي، فبخاف إن أنا أتبع الحكم الأخف يكون مثلا بتبع هوايا وكده. لا خذ الأحوط لك في دينك. تمام شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال سيدنا؟ لله الحمد، الحمد لله. الحمد لله دايما وابدا. كنت بسأل عن صحة حديث تقول الفاسد بما فيه حق يحضره النار. لا يصح. لا يصح. لكن غيبة الفاسق جائزة، ولمظهر فسق ومن طلب الإعانة في إزالة منكري. أيوة. اللهم أمين. الله دعواتك يا شيخ. إذا كان مظهر فسق، مظهر. الله يوفقك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. اتصلت عليك سألتك عن صحة دعاء سيدنا عمر. أي أيوة والله ما زلت أبحث عن سنده، ما زي يكلف واحد يجيب لي سنده الآن حتى أحكم لك عليه إن شاء الله. إن شاء الله يعطيك العافية. أتابعكم بإذن الله. سأتابع إن شاء الله الآن بإذن الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله بخير. لو سمحت، لو انا دلوقتي انا معايا اخويا اصغر مني باربع سنين متزوج ومخلف. نعم. وهو مش ملتزم وما بيصليش وممكن يسب الدين للاسف، وهو فقير جدا، هل يجوز ان انا وانا الحمد لله يعني حالتي كويسه الحمد لله، هل يجوز ان انا اديله فلوس يا فضيلة الشيخ؟ تقول وصفه ثانية، يسب الدين ولا يصلي؟ ولا يصلي. ويشرب مسكرات؟ وانا نصحته ايوه بيشرب، ساعات بيشرب، ونصحته كذا مرة. وهو ساكن للاسف في بيت العيله وانا ساكن في القاهره، بس انا يعني لما بروح ازور والدي وكده فبيصعب عليا، فقلت ايه الحكم يعني، اسال سيادتك يعني ايه الحكم. والله انا انصح تعطي اهل بيته عينيات اذا كانوا من اهل الاحتياج. تمام، يعني اديله حاجات بسيطه يعني. عينيات يعني رز، سكر، زيت، الاساسيات. تمام يا شيخ. تمام. الله يكرمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ كيف حالك؟ الحمد لله بخير. فضيلة الشيخ، احنا كنا عايز اطلب علم وكده يعني، بس من سكان القاهرة. يعني تنصحني في القاهرة يعني هل يوجد شيوخ تنصحني بيهم؟ والله لا أعلم، لأن شيوخ في القاهرة يدرسهم المواد التي نريد أن تدرس. سند الأثر يا عمر، شوفوا كتاب تفسيرنا، تفسير سورة الرعد، شوف كده. السلام عليكم. الرعد مع سور أخرى. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله، اتفضل. بارك الله فيك، اني احبك في الله. احبك الله الذي احببتنا فيه. في سؤالين يا عم الشيخ. اتفضل يا حبيبي. في عندنا ناس بتتاجر في في الحبوب الترامادول دي وبيكسبوا منها مكاسب كبيره، وشيخ مشجعهم على ذلك العمل. واحد شيخ مشجعهم على ذلك العمل وبيشاركهم كمان فيه. ده حرام ولا حلال يا عم الشيخ؟ لا، مضره، حرام، امتنع عنها. اذا كانت مضره لا شك اي حاجه مضره امتنع عنها. اذا كنا نقول في السجائر المضره حرام، اي شيء فيه ضرر يحرم. والشيخ اللي مشجعهم والشيخ ماشي وراه ناس كتير قوي عندنا. خلاص انا اعمل ايه؟ طيب، انا لا تزر وازره وزر اخرى. طيب. شكرا يا عبد الحليم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف مصطفى؟ بخير الحمد لله. احبك الله سيدي. احبك الله الذي احبتنا فيه. سؤال بس معلش ورجاء. تفضل. السؤال، احنا باذن الرحمن الايام الجايه الاسانيد هيبقى في الشتاء باذن الرحمن. ها؟ رمضان هيبقى في الشتاء باذن الرحمن. رمضان هيبقى في الشتاء الفتره الجايه، السنين الجايه. ما فيش اسانيد. وضع صلاه التراويح في حال الجمع بين المغرب والعشاء. ها؟ وضع صلاه التراويح في حال الجمع بين المغرب والعشاء. والله يا اخي حديث الجمع في المطر ضعيف. صلي كل صلاه في وقتها اسلم لدينك. الله المستعان. رجاء ايدي بس يا جماعه. الله يكرمك. ما في سند يا عبد الرحمن لعمر. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت يا شيخ، وانا كنت من فتره كده كبيره يعني حوالي سنتين يعني من سنه لسنتين يعني كنت مسلفه حد مبلغ مالي يعني قدره حوالي 250. المهم ان الدولار كان وقتها ب 15 جنيه. معروف معروف معروف. فالمهم ان هو يعني جه فتره اللي هو المفروض ان هو يسدد فيها المبلغ دوت، فبعدين قال لي ان هو مش هيقدر، هو المبلغ دوت حطه في عقار. ايوه. بس هو قال لي ان هو مش هيقدر يسدد لي في الوقت المتفق عليه. وانا اصلا يعني الفلوس دي انا بدفع عليها زكاه. المهم ان انا وقت يعني المفروض يعني اجلته فتره للسداد وبرده ما دفعش. فانا اتفقت معايا ان احنا يعني هنجدد اللي كاني لسه مسلفاه الفلوس، وقلت له ان احنا هنحسبها على سعر الدولار اليوم. لا، كلام لا يجوز. لا يجوز. بس ممكن تعملي حاجه، اشتري جزء من العقار. يعني هو حاطه في عقار دفع فيه اللي هو القسط المقدم اللي انا مديه له. لا يعني عقار كبير يعني ولا ايه؟ نعم. يعني خذي به جزء من العقار حتى يعني قيمته تحقق. العقار دلوقتي مش ملكيته تماما، هو دفع فيه قسط وبيسدد المبلغ باقي المبلغ على صوت يعني. فهو يعني حتة ان انا اخد منه حاجه من العقار دي مش لا، اللي انت بتقولي عليه غلط، لا يجوز. شكرا. في ضغط يا محمد بن عبد الشافي فقط. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته يا مصطفى. الحمد لله. حديث من قال سبحان الله وبحمده في اليوم 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بمثل ما جاء به. أيوه. ده حديث أولا يعني ده حديث صحيح؟ أيوه صحيح. طيب إزاي يعني نعرف يعني بداية اليوم في الإسلام بيكون من إمتى؟ من الفجر للمغرب؟ اليوم من الفجر. بداية يوم الفجر. الو، السند عند الطبري يا عبد الرحمن. بدايه اليوم من الفجر يا حبيبي. بدايه اليوم من الفجر. الفجر الذي يليه. الله يسلمك. نعم. طيب لا عفوا عفوا، انتظر حاجه لا استنى، انتظر انتظر انت لما تيجي انتظر انتظر. بدايه اليوم من الفجر الى المغرب. بدايه اليوم من الفجر الى المغرب. ايوه، والليله من المغرب الى الفجر. طيب في الحديث ده اليوم يعني ان انت يعني مثلا من الفجر للمغرب انا كده لو قلت 100 ارجع اقول 100 تاني من المغرب للفجر؟ لا، في يوم خلاص يكفيك، لكن احيانا تطلق كلمه اليوم وتشتمل على اليوم والليله، واحيانا تطلق اليوم ويعنى بها من الفجر الى المغرب. قول الله تعالى: سخرها عليهم 7 ليال و8 ايام حسوما. تمام.
يعني انا لو قلت مثلا الفجر بعد الفجر النهارده سبحان الله بحمد الله مره اقولها تاني بعد الفجر اللي بعده. بس يعني في قولان في اليوم، الاصل ان اليوم من الفجر الى المغرب، والليله من المغرب الى الفجر، لكن احيانا تطلق كلمه اليوم وتشمل اليوم والليله، كما في قول الله تعالى قال تمتعوا في داركم ثلاثه ايام ذلك وعد غير مكذوب. تمام. في الطبري يا عبد الرحمن الاسانيد في الطبري. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. ازي حضرتك شيخ مصطفى؟ الحمد لله. عايز حضرتك اسال بعض الاسئله في الصلاه، احكام الصلاه. اتفضل. ما معنى وكيفيه النيه للصلاه؟ ما معنى ايه؟ معنى وكيفيه النيه للصلاه. وايه ايه؟ النيه. تبييت النيه؟ ايوه النيه، معنى النيه في الصلاه وكيفيتها. كيف النية في الصلاة كده؟ نوى في قلبي أن أصلي، لا يتلفظ بالنية، النية محلها القلب. طب هل يجوز الاستعاذة قبل دعاء الاستفتاح؟ الاستعاذة قبل تلاوة القرآن، السنة إذا قرأت القرآن فاستعذ قبل بداية قراءة القرآن. يعني لا تجوز قبل دعاء الاستفتاح؟ لم ترد. يعني لو بنيه ان يعني عشان بعيد عن وسوسه الشيطان وكده. يا يعني اخي زمك من الوسوسه الله يغفر لك، انت موسوسه تعطلنا معك. قلت لك القراءه الاستعاذه تكون لقراءه القران لا تكون لدعاء الاستفتاح. تمام. افضل صيغ دعاء الاستفتاح من امثلها اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. تمام. طب عايزنا حضرتك لو انا مأموم هل يجوز قراءة الفاتحة آية بآية بعد الإمام ولا لازم بعد قول آمين؟ هذا قول أبي هريرة رضي الله عنه وقول مرجوح. وهو؟ هو اللي أنت ذكرته، أن أنا أقرأ الإمام يقرأ آية وأنا أقرأ آية معه. تمام. طب عايزنا حضرتك هل يجوز قول امين بصوت منخفض؟ يعني انا بس اللي اسمع نفسي؟ خلاف السنه. ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على التامين والسلام. والحسد يكون على شيء ظاهر. تمام. هل القراءه في الركعه الثانيه لازم تكون اكثر من اللي قبلها ولا يعني يستحب ذلك؟ يستحب ان تكون القراءه في الركعه الثانيه اخف من الاولى. طب هكذا بالنسبه للسجود والركوع وباقي الاركان ولا القراءه فقط؟ عموما لان في صلاه الكسوف ما يشهد لهذا المعنى. طب اكمل ولا اطلت على حضرتك؟ اذا اتكلم تسال اشياء اسئله عقله لا باس. تمام. هل القراءه في لا اسف سالنا هذا. في القراءه هل يجوز ان افصل الكلمات المتصله في القران؟ يعني مثلا نقول هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا؟ اسمع اسمع ابي حكيمه يا عبد الرحمن محسول. اسمع ابي حكيمه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. يا شيخ ابني عندي سؤال. اسال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هو انا عاوز اتجوز بنت خالتي وامي أمك رضعتها؟ أنها رضعتها. طيب وكيف تتزوج من أختك من الرضاعة؟ الله يقول أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. ثاني بس ممكن أكمل؟ اتفضل. وهي بتقول إنها كده تبقى أختي في الرضاعة. أي طبعا. بس هي مش فاكرة كم مرة رضعتها. وخالتي اللي هي أم البنت اللي أنا عاوز أتجوزها بتقول انها مش فاكره غير مرتين، انها ربيتها مرتين، وبتقول ان هي كده مش اختي. فهل يجوز ان انا اتجوزها ولا لا؟ المساله فيها خلاف. ايه دخل خالتك؟ هي خالتك اتشافت، لكن عموما الجمهور من اهل العلم ومعنى الجمهور اكثر العلماء على ان الرضعه الوحده تحرم. فما تدخل في شبهات. نعم الحنابله يقولون ثلاث فصاعدا، والشافعيه يقولون خمس، لكن اكثر اهل العلم على أن الرضعة الواحدة تحرم.
وحملوا حديث لا تحرم المصة ولا المصتان على المصة الشفطة كده. إن الجمهور على أن الرضعة الواحدة تحرم فابتعد ما دمت لم تتزوجها، ابتعد من الآن ولا تدخل نفسك في متاهات. تمام، ألف شكر، بارك الله فيك. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل كيف حالك؟ الحمد لله. الله يكرمك يا شيخنا، جزاك الله خير. وياك. الله يكرمك. أنا قلت لزوجتي تحرمي عليا لو خدت فلوس من أبويا وصرفتها على الولاد. تحرم عليا زي أم أختي ولا تحرم عليا بس؟ وخدت الفلوس صرفتها. تحرم عليا فقط أو تحرم عليا كأمي وأختي؟ لا، أنا قلت تحرمي علي بس. كفارة يمين. كفارة يمين، صيام ثلاث أيام؟ لا، اطعم 10 مساكين، إن عجزت صم 3 أيام. تمام، الله يجزاك بالخير. حياكم، بارك الله فيك شيخ مستمع الجهني. حمود شيبت، الحمد لله، وفقك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كيف حالك شيخنا الفاضل؟ الحمد لله بخير، اللهم لك الحمد. الله يجزاك، كنت عايز أسأل حضرتك سؤال بس. تفضل. أنا مسافر برا مصر، بعدين كنت بعت زيارة لأهلي، وقبل ما أجيب أهلي اللي هي زوجتي كلمت والدتي ووالدي، فقال لي ما ينفعش أجي دلوقتي لأن مطلع معاش. فالمهم خدت زوجتي وبعدين نزلت، فالحين بقول لوالدتي يا أم تعالى ما أخدك، تقول لي لأ أنا زعلانة منك عشان أنا استخدت زوجتك قبل. فهل أنا كده عقد؟ لا، مش حق ولا حاجة، زوجتك أخذتها قبلك، زوجتك أنت أخذها للتعفف. والحين بقول لوالدتي يا أم تعالى مغدك، مش راضية. خلاص يا حبيبي. وزوجتي لسه في زيارتها 6 شهور، فأنا مش عارف أعمل إيه بالظبط. ولا زوجتك عندك؟ لا، نزلتها. ليه؟ عشان خاطر أمك ولا إيه؟ أيوة، زعلانة تقول لي ليش تاخدها قبلي وكده. ولا يا أخي افهم. زوجتك دي عليك حق ولا ملاش حق؟ عليها حق دي. ايوه طبعا. لا، لها عليك حق. نعم. ادي لها حقها، من حقها ان تتعفف. نعم نعم. اي نعم. وما اضرت بامك، هي تخدم امك في البيت ولا امك قوية ومتينة؟ لا والله تخدمها، عمرها ما رفضت لفظ غلط من امك، زوجتها عمرها ما رفضت لفظ سوء مع امي. استخدم زوجتك يا اخي الكريم، استخدم زوجتك، لا تتركها للذئاب في مصر يأكلونها. استخدم زوجتك، تعفف بزوجتك وتتعفف زوجتك بك. يعني يا شيخ انا مش غلطان في شيء عشان. لا، غلطان في ايه؟ انت عملت ايه؟ انت استخدمت زوجتك، اتزوجتك من اجل. والله عمري ما فضلت زوجتي بشيء، والله حتى امي كريمها ما بيني وبينها امي. استخدم زوجتك للسعوديه او للبلد التي انت فيها، وتتعفف بزوجتك وزوجتك تتعفف بك، هذا من مقاصد الزواج. صح. طب انت متزوج ترمي زوجتك في دوله وانت في دوله اخرى. هذه ضرورات، ليست هناك ضروره. مش هذا جاي من العمره وقلت العمره. خلاص يكفي، الله يهديك ويهدي امك. السلام عليكم. اهلا وسهلا. نعم. كنا عايزين بس نسال سؤال. يا اسال يا حبيبي سؤال. كنا بس بنسأل على موضوع النياحة في العزاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. والنياحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرع من جرب. وقال النبي عليه السلام: لعن الله السالقة والحلقة والشاقة. نعم، العزاء له أجر، العزاء سنة متبعة، والعزاء مستحب بالإجماع. تمام. خلاص يا عبد الرحمن، لا تشغلنا، شغلتنا كثير. بقول لك من تفسير سورة الرعد يا عبد الرحمن، تفسيرنا. السلام عليكم. السلام عليكم سيدنا. نعم. سؤال بس، استفسار بس من حضرتك. في بعض مثلا الرواه اللي روى عنهم امامنا سيدنا الامام البخاري، سؤال مثلا يخالفون او مثلا في العقيده ولا حاجه، بس كان ياخذ عنهم
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله. بالنسبة لآية في سورة الرحمن كل يوم هو في شأن، المقصود هنا هو يوم في كل يوم هو في شأن، المقصود إن اليوم بيتغير عن اليوم اللي قبله ولا ربنا سبحانه وتعالى المقصود؟ لا، كل يوم هو في شأن، ربنا في شأن كل يوم. وقد ورد عن الإمام الحسن البصري والإمام الشافعي وعدد من السلف أنهم سئلوا عن شأن ربنا اليوم، قال سبحانه وتعالى: يخفض أقواما ويرفع آخرين، يرد غائبا، يفك عنيا، ينصر مظلوما، يشفي مريضا، يدبر الأمر. شكرا مولانا، جزاك الله خير. الله يبارك فيك ويحفظك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، ازيك يا شيخونا، كيف حالك؟ الحمد لله، بارك الله فيك وشكرا لكم عنا خيرا. وياكم، ربنا يبارك في عمرك. بقول لحضرتك دلوقتي انا عندي فيزا مشتريات. الله فيك يا بهاء. وبعدين؟ ورايح مسافر للعمره. طيب، فهل اسدها الاول ولا لما ارجع عادي؟ حيث لا تتراكم عليك فوائد ربويه افعل. نعم، شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك شيخي؟ الحمد لله. شيخي انا عندي سؤال بخصوص زوجتي، كل فترة بالنقاب، يعني بتقولي ان هو مش فرض وهو سنة وكده، فعايز توجه لها كلمة يعني هي بتسمع دلوقتي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. إن كنت تؤمني بالله اليوم الآخر فلك في أم المؤمنين أسوة حسنة، وقد قال الله لهن: وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. والنبي عليه السلام يقول: المرأة عورة. نعم. ويقول الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. تقول عائشة: لما رأيت صفوان بن المعطل خمرت وجهي بجلبابي. نعم. تقول أسماء: كنا إذا حزينا الركبان أزلت إحدانا جلباباها على وجهها، فإذا جاوزنا الركبان كشفت إحدانا جلباباها على وجهها. ما شاء الله. وتنزلا له مستحب، وزوجها يأمرها بالمستحب، تخالف أو تعصي. لو أنت رجل غيور ولا تحب أن يرى أحد من الرجال زوجتك تعري وجهها للناس كلا مباح كل ينظر إليها؟ لا طبعا. يعني أنت افترض أنك رجل غيور وتريد. والله غيور يا شيخ، مالها كده تلعب بك؟ الله يهديها بس. آمين وإياكم، الله يبارك فيك شيخ. السلام عليكم. السلام عليكم مصطفى، كيف حالك؟ الحمد لله دايما يا رب الله يحفظك. عندي سؤال لحضرتك. اتفضل. لا يبارك لك. دلوقتي انا طالب في كليه الحقوق سنه رابعه اخر سنه. طيب تمام، فان شاء الله هل يجوز ان انا اقدم في النيابه او مجلس الدوله؟ اذا كنت قوي الايمان. نعم، اذا كنت قوي الايمان. هو دلوقتي قال يعني انا دلوقتي مربي لحيتي. اصبر بس علينا. نعم، اصبر. تمام، يعني اقدم ولا هم لو قالوا لي احلق اللحيه ما اقدمش؟ اذا لك احلق اللحيه ما تقدمش. تمام. طب في سؤال ثاني حضرتك، كنت عايز اكمل لك الجواب لكن يلا ماشي. لا اتفضل، اكمل. انت مشكله، اكمل اتفضل. إذا كنت قوي الإيمان وستدخل لإقرار الحق وإبطال الباطل توكل على الله تقدم. إذا كنت ستدخل مظهرية فقط، أمك تفرح بك وأبوك يفرح بك وكل نيابة، ولا تجرؤ على تغيير المنكر ولا تجرؤ على كلمة الحق، يبقى خلاص ابتعد. نعم، هذه نيتي والله يا شيخ مصطفى. إن أنا إن شاء الله يعني ان ربنا يوفقني وان انا استطيع انا اساعد الاخرين يعني. انت ربنا اذا وفقك هتقدر تتصل بنا؟ لا يبارك لك. ستجبن عن الاتصال بنا.
الله يبارك. عندي سؤال تاني حضرتك. اتفضل. انا دلوقتي كنت اريد ان اتعلم او ان اتربى على يد شيخ، يعني اريد ان هو يعلمني الامور الدينيه والاحكام الشرعيه، يعني اتربى. طيب. فانا من القاهره، فهل لو تدلني على احد كده؟ والله ما اعرف احد بهذه المثابه الان، يعني على الرغم التي تريد ان يعني والله مشتاق جدا ان اتربى، نفسي والله اتعلم علوم الدين. انا بحب اترقى، بحب كتاب الله وسنة رسول الله، وتابع العلماء على النت الى ان ييسر الله بشيخ قريب منك ان شاء الله. يا رب دعواتك. الله يكرمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم تفضل. هو عندي سؤال بس عشان بيتكرر كتير عندنا في الكليه. بيكون الدكتور واخد الكتاب من منزل الكتاب من غير اذن صاحبه، ومنزل ورق الشرح بتاعه وبيديه لنا احنا. الكتب بتبقى بفلوس هو بينزلها كده وبيديها لنا. الدكتور؟ ايه؟ الدكتور خلاص؟ الدكتور المادة، الدكتور الكلية يعني. يعني يصور ورق من بعض المراجع ويعطوك الصور؟ اه. هو المسؤول. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا تفضل. أنا سألتك بس حضرتك، الإمام البخاري روى عن بعض الخوارج صح سيدنا؟ أي عمران بن لا ما لا أنا بس مقدمة للي هقوله بعد كده. هل القاعده دي ممكن نطبقها على مروان بن الحكم؟ على من يرفض حديثي؟ لا مش مروان بن الحكم ليس خارجيا. لا ما اقصدش انه خارج، لا حاشا لله. انا بتكلم على حضرتك لما مثلا دعم مثلا فكره انه مرفوض في الحديث لانه قتل طلحه. لا هو مش مرفوض في الحديث مني انا، يعني بقول لك انا تابع لعلماء اولين انتقدوا البخاري لإخراجه لمروان بن الحكم كالدارقطني وغيره، وأعرض مسلم عن الإخراج له وفي ترجمة أنه أتى بالموبقات وغير كثيرا من سنن النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث الأشد من هذا الذي أعول عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الحكم وما ولد. سؤال صغير سيدي. سمعت الحديث؟ نعم سمعته وكلمتك فيه قبل ذلك. سؤال صغير حضرتك، مش كان في صحابه انكر على مروان بن الحكم قبل ذلك رواياته مثلا في امره وكذبوه، ولا لم يكن فيهم امر ذلك؟ لا كان في صحابه ينكروا على صحابه اخرين ايضا، يعني كم من صحابي انكر على ابي هريره الذي هو افضل من مروان بن الحكم، وانكر عليه ابو سعيد على مروان صعوده للمنبر قبل الخطبة، أنكروا عليه صعوده إلى على المنبر للخطبة قبل الصلاة عفوا، وقال ما هكذا صنع الرسول، قال القذاب الذي كنت تعلم يا أبا سعيد. الله يسلمك. هات يا ابن أسر عمر. أين أصل عمر بس؟ السلام عليكم تفضل. عليكم السلام. عايز أسأل يا سيدنا عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن أناس يأتون بأنساب جبال كهنة فيجعلهم. حديث ليكونن في هذه الأمة أقوام يأتون بحسنات أمثال جبال تهامة يجعلها الله عز وجل هباء منثورا، أولئك الذين إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. الحديث ضعيف الإسناد. الله يبارك فيك. حديث أو أثر عمر أنه كان يطوف ويقرأ اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقيا فامحني واكتبني سعيدا، ويريده فريق من المفسرين عند قول الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت، إسناده قابل للتحسين،
إسناده يحسن عند عدد من أهل العلم. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله بخير. الله يبارك فيك. ازي صحتك؟ اللهم لك الحمد بخير. الله يكرمك. أخبرك سؤال بس شيخ الله يكرمك. تفضل. من هم الدروز؟ فئة في لبنان، فئة درزية لا يتسع الوقت لذكر أصولها الآن. بعيد عن الدين، فرقة ضالة يعني، لا شك ولا ريب. أشكرك يا شيخ. أشكرك. الله يبارك فيكم. السلام عليكم. السلام عليكم. أشكرك يا شيخ. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخنا؟ الحمد لله بخير. الوقت حضرتك، انا ولدت ابني في 2015 وكان قبل شهر رمضان بحوالي اسبوع ما عرفتش اصوم الصراحة، ورجعت تاني ولدت بنتي في 2019 برضه في نفس الظروف وما صمتش شهر رمضان. فمن 2019 لحد وقتنا هذا ما صمتش من 60 يوم الا 11 شهر، هلا 11 يوم. هل علي ينزل في الموضوع ده واعمل كفارة عنه او اعمل ايه؟ عليك اعادة الايام المتبقية عليك. طيب رمضان السنين اللي فاتت هل يحتسب ولا ايه الايام من الايام اللي انت لا لا اللي صمتيه يحتسب، لكن عليك ايام القضاء. ومن العلماء من يضيف عليك شيئا يقول تطعمي مع كل يوم مسكينا لأنك تجاوزت سنة وليس هناك دليل، فاطمئني عليك فقط قضاء الأيام التي أفطرتيها. تمام، شكرا يا شيخ. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كان في سؤال يا شيخنا. تفضل اسأل. لو في امتحان اتسرب للكل يعني هل ينفع اخده؟ هو تسرب للجميع، فلا نظلمك ونقول لك انت لا، تسرب للجميع. تمام. لو انا مثلا لو انا في اللجنه وما اعرفش ان هو اتسرب، هل ينفع اغش بعد ما اعرف ان هو في اللجنه كله اتسرب؟ سلامتك، استاذنك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. انا الحبيب. تفضل. بقول لك يا شيخنا، هو لو واحد يعني مدير في شركه حكوميه، فقال له واحد صديقه شوف لنا بعض الناس هنعينهم، يعني ارشح لي ناس كويسه انت شايفها كويسين يشغلهم معانا في الشركه. قال لي يعني لو هو رشحني منهم هل دي كده بس واسطه؟ بس هم مش عاملين اعلان عام، يعني هو مدير قسم في الشركه يقول له رشح لي ناس كويسه عايز اشغلهم. هو واحد صاحبه فاتح شركه ثانيه فهو رشحني، بس انا يعني انا ولا قلت له اتوسطت لعنده ولا حاجه، انا قلت له بيكلمني يقول لي انا رشحتك في الشغلانه دي. ما في مشكله، شركة حكومية. ما عليك مشكله، فيش اي مشكله كده يا شيخنا؟ خلاص. لا مش مشكله ان شاء الله. مرحبا يا ياسر عسل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، كيف حال حضرتك يا الحمد لله بخير. الله يبارك فيك. سؤال بس، لو وقت الحيض هو المفروض يعني أنا عندي خمول في الغدة، فقبل ما تجيلي الغدة كان بتقعد 7 أيام، بعد الغدة بقت بتقعد 10 أيام، ساعات قبل ما بتبدأ بينزل لون بني، هل البني ده يعتبر حيض؟ هو دم؟ لون بني غامق. ما اعرف بني غامق ولا بني فاتح، هذا دم او ارهام؟ لا مش احمر، لا مش دم، مش دم، بس بتبقى خلاص هي معادها، يعني بيقعد مثلا البني ده يومين بعد كده ينزل احمر. ما انا معرفش، انا اتكلم بني اذا كان دما. لا بيبقى بصراحه يعني شعيرات لونها بني. على كل، بدايه الحيضه دفعه الدم الاسود داكن كريه الرائحه التي تنزل في موعد نزول الدوره، ما قبل ذلك من إرهاصات أي من مقدمات ليست دما ليس من الحيض.
طيب اخر بقى يعني المفروض الدم الاحمر بيقعد مثلا 4 ايام 5 ايام بعد كده يبقى بني فاتح وبعدين اصفر وبعدين ابيض. انا العشر ايام دول هل يعني ما الاصفر ده بمجرد انقطاع دم الحيض؟ أيوة. الدم المعروف دم الحيض دم يعرف تعرفه النساء. ايوه انا للمرأة فيه مده شهريه كل امرأة لها نظام. تمام. مرة 5 أيام 6 أيام فمنذ بداية نزول دفعة منه إلى انقطاعه تمتنع عن الصلاة والصيام والغشيان. الإرهاصات التي قبله والإفرازات التي بعده لا تعبئي بها ليست دما. طب حديث السيدة عائشة على القصة البيضاء. على القصة البيضاء حديث عائشة في بعض الكلام شوية وليس مفهوم الفهم الواضح عند النساء كلهن. ليست كل لأن أنا كده مشكلة كبيرة. أنا بقعد أنت موسوسة وتحب ترك الصلاة ولا إيه؟ يعني ما دمك أسبوع أو 4 أيام تجلسين 10 أيام دون صلاة ومستسهلة العملية؟ لا على أساس القصة البيضاء ده أنا يعني القصة البيضاء أكثر النساء لا تعرفها. لا وليس في نص ابيض يعني انا اعرف احاديث سيدة عائشة لما كانت النساء بتروح لها. اسمع الكلام بس يا اختي مش أيوة. مرفوع للرسول اولا. ايوه وفي السند بعض الكلام شويه لا تعجلنا لكن السند في كلام بعض الشيء وليس مرفوعا الى رسول الله. وذهاب الدم باحد امرين. ايوه الجفوف يحصل جفوف في المحل او بالقصة البيضاء لمن تعرف او انقطاع الدم عموما اذا انتهت المدة بس. ايوه معلش الله يبارك معلش ما تتقي الله شويه في نفسك. انت 10 ايام لا تصلي وتوسوسي تقولي لسه الدم نازل ولسه الدم اصفر ولسه اخضر خلاص الدم انقطع. قبل ما كان يبقى عندي الغده كان بيخلص اسبوع. انا بعد الغده هي يعني الغده الدرقيه خمول الغده الدرقيه بيبوظ شويه الايام الدوره. انا بس بسال سؤال يا اختي اللي نازل هذا دم او ليس بدم؟ هو دم لمده 5 ايام بعد كده بيبقى بني بعد كده بيبقى اصفر بعد كده اما بشوف الاصفر الفاتح ده خلاص بغتسل. السلام عليكم. لا استطيع طبعا بني واصفر واحمر واخضر مش كده. دم الحيض دم يعرف انقطع الدم اغتسل وصلي. انت في مرة تجلس 40 يوم ما لا تصلي بهذه الطريقة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ مصطفى العدوي؟ ايوه نعم. طيب انا كنت عايز اكلم الشيخ ضروري خاص. معك الان وبعد الدرس عايز تكلمني ضروري خاص كلمني خاص بعد الدرس ان شاء الله. على نفس الرقم يا شيخ؟ 0153333383 على كم يا شيخ؟ لا اسمع. 0000 ثواني يا شيخ. 0000 5 3 3 3 8 3 5 3 3 3 3 3 يا شيخ. ايوه نعم. وبعد الثلاث ثلاثات 8 3 ثمانية ثلاثة. بس شوف احتمال الشبكات عندنا سيئة جدا. الشبكات ضعيفة ما ادري منهم لله شركة فودافون الله يهديهم. ان شاء الله خالص الشبكات فاذا ما عرفت تجمع الخلل ليس مني والله ليس مني يعني. المهم ارسل رساله قل اخوك مصطفى اذا خرجت انا المكان في شبكه اطلبك. طيب الله يهديهم. السلام عليكم. عليك السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا حبيبي. الله يبارك في عمرك عم الشيخ مصطفى يا رب. وياك اتفضل. قراءة الفاتحة في 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 المناسبات في بعض قراءة القرآن بعد في الفاتحة يقول لك الفاتحة اللي هي الخطبة الخطوبة قراءة الفاتحة في عند المقابر دي صحيح ولا ايه؟ إذا سألت هل ثبتت قراءة الفاتحة في هذه المواطن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تثبت. الأخت التي تقول إن الأخت الحائض تستفسر أفدنا عدة مرات يمكن 5 مرات أقول لها بداية الدم دفعة سوداء ونهايتها انقطاعه ما وراء ذلك وما بعد ذلك لا تغتسل ولا عفوا لا تعبأ بها. النساء كثيرات منهن يتساهلن في أمر الصلاة كسولة وتجلس 10 أيام أو 15 يوم لا تصلي
بحجة أنني ما رأيت القصة البيضاء، وكثيرات جدا من النساء لا يعرفن القصة البيضاء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ أنا أعتذر لجهلي الشديد يعني، لكن أنا أتصل بحضرتك عشان حضرتك توجهني للصح. ما أنا قلت لك يا أختي للمرة الخامسة، بداية دم الحيض دفعة دم أميل إلى السواد كريه الرائحة تنزل في وقت نزول العادة الشهرية. تمام، وآخرها بقى ده المهم دلوقتي. بنهايتها تنتهي إذا انقطع هذا الدم، هو ده اسمه دم الحيض، إذا انقطع هذا الدم انتهت. طيب إذا انقطع اسمري علي أكلم. طيب حاضر. ينقطع بأمور، أولا في نسوة لهن عادة شهرية عدد معين من الأيام، أسبوع، خمسة أيام، ستة أيام، إذا انقطع هذا الدم وانقطع مع انقضاء هذه المدة لا تبالي بالأشياء التي تأتي بعده. أيوة ده اللي أنا أقصد عليه. لا يعني تبالي بالأشياء التي تأتي، ما فيش مشكلة. لكن إذا استمر الدم لأي علة أو لأي مرض لكن نفس لون دم الحيض سيمتد يوم يومين ثلاثة حيض أيضا، لكن إذا انقطع الدم بصفة دم الحيض مع انقطاع المدة لا تلتفتي. يعني لون بني اصلي خلاص ما فيش مشكلة عشان نبقى يعني خلاص. ايوه خلاص. يعني احنا لماذا قلت هذا الكلام؟ أيوة. لان اسمه دم الحيض، اسمه دم الحيض. ايوه مش اسمه دم الحيض؟ انقطع. أيوة. دم الحيض اغتسلي وصلي بس. ماشي جزاك الله الله يكرمك. انا الله يكرمك. لا حرج لا حرج تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله. بقول لحضرتك يا شيخنا، بالنسبه انا كان اخويا اعتني 20,000 دولار من فتره. الله يبارك. وقال لي اخش معاك في ايه؟ في شغلانه او مثلا ايه مصلحه. اشتريت بيت، وبعد ما اشتريت البيت من شراء البيت المبلغ ده عمل 303,000 جنيه. وبعد ما اشتريت قام قال لي لا ده انا راجع، وجت والدتي شافت البيت ومش عارف البيت ده مش حلو، لا ارجع خد فلوسك. بالفعل خدت ايه؟ خد ايه؟ قال لي انا عايز فلوس. قلت له يا عم طب انا معيش فلوس دلوقتي ابيع اشتري مش عارف ايه. المهم الشاهد قال لي اتصرف لي 140,000 جنيه مصري وانا هصبر عليك. فبعد ما خلصنا الموضوع ده وشفت له 140,000 جنيه قام قال لي ايه؟ هتديني الباقي امتى؟ المهم الشاهد بعدها بفتره قال لي انا عايز فلوسي الباقي. فجيت اديله فلوسه. المهم ايه؟ قال لي ده انا عايزهم بالدولار. لما رجع الدولار رفع قال لي انا عايزهم بالدولار. بس صبر بس. انت غيرت المبلغ. وانت خرجت من الليله وكده. استاذ طبعا هو بقى ايه الشاهد دلوقتي بيقول لي انا هحسب لك الباقي على يعني على الدولار النهارده. فمش عارف القصه ايه ولا ايه بالظبط. هو كان اول الامر وكلك في شراء منزل؟ وكلني هو. اسمر علي واحده واحده. احنا هنخش في شراكه مع بعض. طيب وكلك في شراء منزل. طيب اصبر يا اخي اصبر يا اخي الله يهديك. امين يا رب. وكلك في شراء منزل. نعم. وارسل اليك دولارات. هو عطاني قبل ما يسافر عطاني. ماشي اعطاك دولارات. شراء المنزل يكون بالجنيهات. فأنت غيرت الدولارات إلى جنيهات كي تشتري المنزل. نعم. صح الكلام ده؟ أي نعم. رجع في كلامه، هو يتحمل توابع هذا الرجوع. مع السلامة. الله المستعان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شو مصطفى حضرتك عامل إيه؟ الحمد لله بخير. الله يحفظك. بعد إذنك يا شيخ مصطفى خليني سؤالين بس. اتفضل. الله يحفظ حضرتك. معلش دلوقتي لو واحد عليه كفار ينفع يجيب كيلو لحمه ويعمل مثلا بتاع مثلا 10 وجبات ويوزعه مثلا على ناس على 10 افراد مثلا وكده طلع كفاره؟ ادي السؤال. واحد عليه كفاره يمين. السلام عليكم. س-
السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام، كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. لعلك بخير. الحمد لله بخير. نحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا له. جزاك الله خير يا شيخ. عندي يا شيخ زوجتي الله يحفظك ينقطع عن لأنها دم الحيض في المواقف في العادة الشهرية، وبعدين ما بتصليش على طول، بتقول لا أنا حقعد أصبر يوم ثاني أو يومين عشان أتأكد إنه ما فيش أي حاجة حتنزل. عادتها الشهرية كم يوم؟ 3 أيام أو 4. الدم بينزل ينقطع بعد 3 أيام أو 4 ولا يستمر في النزول؟ نعم أيوه بينقطع. خلاص هي لا أنا مش حصل النهاردة، حستنى يوم ثاني. كلامها غلط، كلامها غلط، ومتهربة من الصلاة وستحاسب. وعليك يا محمد أبابي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ كيف حالكم؟ الحمد لله أنا بخير. مساك الله بالصحة والعافية سيدنا. وياك تفضل. سيدنا سؤال ورجاء ربنا يبارك لك يا رب. سل. السؤال الأول، حضرتك في عند الوضوء أو المضمضة غرفة واحدة للمضمضة والاستنشاق، ولا يجوز الاستنشاق وحده كل جائز، كل جائز. رجاء سيدنا الشيخ الأرض عليك، لو في نهاية اللقاء ربنا يبارك لك يا رب 10 دقائق بس كده تشرحنا كتاب عن التوحيد. حضرتك عارف الإلحاد الآن انتشر سيدنا وبيدعو إليه ويروج له. جزاك الله خير. ينظر هذا الرأي إن شاء الله، ينظر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله مصطفى. تفضل. بقول لك بعدين حضرتك، واحد عليه كفارة يمين. ايوه. ينفع يجيب كيلو لحمة ويعمل 10 وجبات ويوزعهم على ناس صغيرين 10 أفراد كورة؟ كفارة يمين. ينفع يجيب كيلو لحمة. نعم. تقول كيلو لحمة وإيه؟ جاب كيلو لحمة وعمل يعني 10 وجبات عليهم، يعني رز يعني حط مثلا في كل رغيف عيش رز ولحمه وكده وزعهم على 10 افراد يعني. طيب وهو ياكل 10 كيلو لحمه؟ نعم. لا بأس، لا بأس، ممكن. يعني هو كده سد كفاره يمينه؟ ممكن ان شاء الله. طب معلش يعني شرح حديث اللهم اجعل رزق آل محمد قوت. يعني لا تفتنا. ما نقتات به ويكفينا ولا نفتن. في نصوص أخر كحديث أيوه. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. أيوه. نعم. غنى لا يطوينا. السلام عليكم. ولك مثلي أنا الأستاذ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته السيد الفاضل. تفضل. تفضل. والله سؤالي بتصل بيك لتدعي لي بأن يفرج الله همي. الله يفرج همنا وهمك يا رب. كم مرة أرن على حضرتك والله يعني لحقيت ما جيت لحضرتي في المنام وبرضو سألتك هذا السؤال والله. الله يفرج همنا وهمك وهم كل مسلم يا رب. آمين. السلام عليكم. قف تعليقات لي يا أحمد أبو شامة، دع الذي يحب أن يستفيد يستفيد، أما الذي يهزي فيهزي كما هو، كما هي عادة المجانين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا، ورد في بعض الأحاديث في التشهد عن ابن مسعود أنه كان يقول السلام على النبي ليه؟ غير السلام عليك أيها النبي، فهل يصح؟ يصح موقوف. هل كل صيغ التشهد على هذا المحمل فنقول لا على النبي بعد موته؟ هذا الكلام رأي لابن مسعود وتبعه عليه من المعاصرين الشيخ الألباني رحمة الله عليه، والجمهور على خلاف هذا، لأن ابن مسعود قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه كما يعلمنا السورة من القرآن، التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي. ابن مسعود له رأي خاص، وفي هذا الصدد أنه يقول بعد موت النبي نقول السلام على النبي، رأيه.
فالعلماء يقولون العبرة بما روى عن رسول الله لا بما رأى، ليس باجتهاده. ولابن مسعود رأي آخر أشد من هذا، وهو أننا أن المعوذتين ليست من القرآن، وقيل للنبي قل فقال. طيب ومن فعل يعني من أخذ بكلام ابن مسعود وفعله لمدة سنين؟ والله فعل يعني كأنه أخذ بفتوى. هو عليه شيء؟ ليس الصلاة صحيحة، لأن وردت عدة تشهدات غير تشهد ابن مسعود. نعم أنا كنت أحمل كل التشهدات على هذا الفعل. لا لا أخطأت وعدل. نعم الله المستعان. الله يسلمك. الله يبارك فيك يا عبد الله أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. سيدنا في واحدة طلقت بدون علم أبوها وتزوجت بدون علم أبوها وخلت عمها ولي عنها. بزعم إن أبوها بيعضلها. طيب. ضربها في الزواج الأولانية. وبيعضلها يعني فهي يعني طلقت من ورا أبوها وتزوجت من ورا أبوها. صبرا واحدة واحدة كده معي. من الذي زوجها أول مرة؟ عمها؟ لا أبوها. طيب طلقت وبعد زوجها من شخص أكبر منها سنا. أبوها وسابها وسافر للخارج. وطلقها مدة من السنين. وبعدين طلقت من غير علم أبوها. خلاص وتزوجت شخص آخر ووكلت عمها يكون وليها في الزواج. وكلت عمها لغياب أبيها؟ لا عشان أبوها ما يعرفش. أيوه لكن أبوها ما كانش موجود. لا أبوها موجود وليها أخ موجود بس هي مش عايزة تعرف حد. طيب. هي طلقت من زوجها الأولاني وتزوجت زوج تاني. أيوه كده الزواج صحيح ولا في حاجة شيخنا؟ وأبوها كان أكرهها على الزوج الأول؟ على زعمها بتقول ان هو اكبر منها سنا وسابها وقعد في بلاد بره وطلقها 4 سنين ومش حصل في توافق وطلقت. طبعا ابوها كان رافض الطلاق فطلقت من ايه تنازلت عن كل حاجه وطلقت من زوجها الاولاني دون وانتهت فتره العده وتزوجت شخص ايه بدون علم ابوها ولا اخوها بوكلت عمها. طيب عمها زواجها عند المأذون ولا لا؟ زوج عند مأذون. هذه الحالة يعني هو في ولي ولأن لنا تخشى أن يعضلها الولي فوكلت عمها لكون والدها شبه أجبرها على الزواج الأول ولم يراعي ظروفها. نعم. فلا بأس صلاة الزوج صحيح. شكرا يا شيخ. الله يكرمك. ولك بمثل أحمد عبد أبو عمار. السلام عليكم. نعم. بقول لك يا شيخنا انا ما سمعتش الاجابه بالنسبه لموضوع البيت والدولار اللي كنت بتكلم حضرتك فيه. لا انا جبتك بوضوح ما دام اعطاك 20,000 دولار وقال شاركني في البيت، هذا المشاركه تقتضي انك تغير المال حتى تشتري. غيرت المال واشتريت البيت انت هو شركاء خلاص كل التوابع عليه وعليك. على الشريكين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخنا بعد إذنك أنا والدي معاه مبلغ من المال وإداه لحد من قرايبنا يشغلونه في السوق. فهل المبلغ ده عليه زكاة؟ نعم عليه زكاة. يعني كل سنة يدفع عليه زكاة؟ إذا كان بلغ النصاب وحال عليه الحول. طيب تمام جزاكم الله خيرا. شكرا. إياكم إياكم. أب توفي منتحر أثناء غضبه الشديد. هل ينفع دعاء أبنائه في أن يغفر له؟ أمره موكول إلى الله سبحانه والدعاء ينفعه لأنه ليس بمشرك. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. نعم شيخ مصطفى معليش والله. نعم يا حبيبي معك. قرأت بدرس في كلية الطب في روسيا. أيوة بدرس. سؤال عاوز احول مصر ولكن الحد الادنى بتاع الكليه 90 بس انا كنت جايب 88 وفي واحد ممكن ينقل بس ياخد عموله ياخد فلوس. لا بالضبط. لا اجوز التزوير بارك الله فيك.
على هذه الصفحات لنجاوز التزوير. شكرا. السؤال الثاني شيخ. الثاني. المطاعم هنا في روسيا في مطاعم حلال، بس أنا مش واثق في الأكل منها، هل أكل منها ولا لا؟ إذا أنت غير واثق لا تأكل. ماشي، جزاك الله خير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخنا؟ الحمد لله. أحبك في الله سبحانه والله. حبك الله الذي أحببتنا له. عندي شيخنا ثلاث أسئلة. تفضل. بقول لحضرتك يا شيخنا، المقصود يعني جمهور أهل العلم، هل هو يعني قاصر على الأئمة الأربعة أم غيرهم؟ على حسب الإطلاق. يعني مثلا أنه يقول ذهب الجمهور ويعني جمهور الشافعية، يعني في كثير من الأحيان جمهور يعني أكثر الشافعية، أحيانا يراد بالجمهور جمهور الحنابلة جمهور الشافعية، لكن العموم في إطلاقات الجمهور ثلاثة من أصحاب المذاهب بالعموم في الغالب، يعني في أغلب الأحوال. نعم. السؤال الثاني يا شيخنا، دلوقتي رجل صالح وهب لي هبة، وهب لي كتب، ثم الآن يعني يريد أن يأكلها وهي معي الآن، يعني كتب. ها؟ وهب لك هبة ويريد أن يأخذها وهب لي كتب وعايز يأخذها تاني، ردها الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه. طب هل هي من حقي أم من حقه؟ الرجوع في الهبة هل هي على تحريم أو الكراهة؟ قولا للعلماء، لكن اربأ بنفسك أن تأخذ شيئا وصاحبه غير طيب النفس به. شكرا لك. مرحبا شيخ ويس منصور عبد الرحمن. بهذا القدر أجتزئ حامدا لله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم شاكرا لأنعم الله. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأثرنا ولا تؤثر علينا وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي ألسنتنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا يا نور السماوات والأرض ومن فيهن. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. اللهم آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم هيئ لنا من أمرنا مرفقا يا رب العالمين يا سميع الدعاء يا رب العالمين. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى وتوفنا على كلمتي الإيمان والهدى وأنت راض عنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك.
اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم يا ربنا يا سميع الدعاء سلمنا من طوارق الليل والنهار إلا طريقا يصلك بخير يا رحمن. نعوذ بك يا رب من طوارق الليل والنهار إلا طريقا يطرق بخير يا رحمن. نعوذ بك يا ربي من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. ونعوذ بك يا ربي من الحول بعد الكور يا رب العالمين. اللهم ارزقنا يا خير الرازقين، واغفر لنا يا خير الغافرين، وافتح علينا يا خير الفاتحين، وانصرنا يا خير الناصرين، واكرم منازلنا ووسع مداخلنا يا خير المنزلين، وارفع درجاتنا في عليين يا ذا الجلال والإكرام يا كريم يا رحيم ويا حليم. اللهم يا ربنا يا ذا الفواضل يا ذا المعارج ارفع درجاتنا في عليين، واجعل لنا لسان صدق في الأولين، ولسان صدق في الآخرين، ولسان صدق في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم طيب أقوالنا وحسن أخلاقنا وأصلح أعمالنا وأخلص نوايانا واسلل سخائم قلوبنا يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون، احفظهم بحفظك وأيدهم بتأييدك وأكلهم برحمتك يا رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.